السلام عليكم. استكمال الحالات الامرجنسي، عيان 60 سنة، ابيجاستريك بين، ابدومينال تنشن، امبيرد رينال فانكشن، عشان كده الفحص اتعمل بدون صبغة، زائد ان الامرجنسي سيتويشن اللي كان موجود. فالهول مارك اوف ذا ستادي الا وهي ان لما تعمل سكرولينج اب اور داون تلاقي في كولكشن وفي اير وفي نقط اير في كل مكان في الابدومين. تمام، ممكن تسمي ده مودريت وماركت نيمو، ممكن تغير الويندو لو حبيت. تمام، النيمو هيبقى واضح جدا. تغيير الويندو ده استنشي، عشان كده يعني زي ما قلت لكم كده وتعلمنا يعني ما ينفعش تحكم على افلام سي تي ابدومن يعني تحت اي مبرر، ما ينفعش منها انها تفقد مثلا ميزه ان انت تغير الويندو، زائد برضه عدد الصور. طبعا ده ليه مبرتين not to be missed نهائي، لكن خد بالك هو لو انت بتبص على ويندو دي انت ممكن تمس، ودي حصلت قبل كده. يعني انا مش بفترض حاجة جدلية، لا ده حصل قبل كده وكان حد امن جدا وميسنج مودريت نيمو بريتانيا. المهم انت بتحاول بقى ده ان كونتر ستريف دو يور باست، يعني ايه اللي ممكن في عين كبير في السن، والله ممكن تبقى فريد بيبتيك ألسر زي ما قلنا قبل كده، او ممكن تكون اسكيميك باول ده ان كونتر ستريف معيش سبعه فمش عارف احكم على الفيسلز. ولكن يعني قبل ما نقول بس سورس اوف نيمو، بس خلينا نتكلم عن موضوع الفيسلز هنا. انت بتحاول تبص على الارتريز، هل في سيفير اثيروسكليروزس، جايز تلاقي والله ان في كالسيفيك بليكس كتيره، وريز البوسيبيليتي لو انت ما كنتش عارف السورس اوف بيرفوريشن فين بالظبط. بتبص على الباول كله وتحاول تشوف السيجمويد، هل في فيرتيكولار ديزيز ممكن يكون بيرفوريتد، هل في ابندسايتس وكومبليكيتد بيرفوريشن. بس هي ما بتعملش قوي النيمو كتير قوي ده، يعني عادة بيبقى النيمو لوكالايز حوالين المكان ده وبقى ينتشر. فلما تلاقي النيمو اكتر في الابر ابدومن، وبالذات لما تلاقي المنظر ده الا وهو ان في سب كابسولار لوكيوليتد فلويد كولكشن او فلويد ليفل ضغط على الليفر برينكيما. تمام، اوكي. فتفكر على طول ان في بيرفوريتد بيبتيك ألسر. تمام، ممكن يعني تلاقي البرفوريشن ممكن ما تلاقيهوش، بس يعني خدها مني نصيحه، اول ما تلاقي المنظر ده ومش لاقي السورس اوف نيمو ريز بوسيبيليتي ان بيرفوريتد بيبتيك ألسر. هنا احنا عندنا البرفوريشن واضح وضوح الشمس، وهو ده ان في ديفكت في الول اوف ذا ستومك عند البايلورس حوالي 2 سم يعني كبير جدا. وحذرك كمان ان الاير طالع من خلاله، يعني وقت الفحص الاير طالع من خلاله. فطبعا ده يعني كلاسيكال سيتويشن، عند عالم بيبقى كبير في السن وعنده مشاكل مثلا اوستيوارثرايتس في حته في جسمه، بياخد مسكنات كتير فاثرت على الكلى وبعد كده ادت لحدوث الكومبليكيشن اللي هي البرفوريشن. فالليرنينج بوينتس اللي انا قلنا عليها، اول حاجه بتحاول دايما تدور على السورس اوف نيمو، ده بيساعد الجراح في الابروتش بتاعه في العمليه. انت عندك هنا برضو في البلفس في شويه فلويد كولكشن مع الفلويد مع اير، وفي اير داخل في الميسنتري هنا، زائد ان انت لما تلاقي المنظر ده تمام سب كابسولار فلويد كولكشن او ومعاه اير، لازم تفكر دايما ان هي قد تكون السورس هو بيرفوريتد بيبتيك ألسر. تمام، اتمنى تبقى الحاله يعني مفيده وتعلمت منها حاجه ان شاء الله. الى اللقاء.